أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل يقول: ما حكم التعزية وما هي صفتها الشرعية وهل لها مدة محددة؟ تعزية مستحبة لأن فيها مواساة للمصاب، وصفتها أن إذا لقي أخاه المصاب فإنه يقول: أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. ففيها نفع للحي بالمواساة والدعاء، وفيها نفع للميت دعاء له بالمغفرة. هذه هي التعزية. نعم.